يا سيد إسلام، بصراحة كلامك في الجلسة الماضية عن أسلمة المجتمعات الغربية مقلق. ليش دكتور ليش؟ وين الغلط؟ شو خصك أنت بالناس؟ وليش لازم تأسلم البلد؟ يعني الناس حرة تعيش في بلدها مثل ما بدها. شه والله أمرك عجيب دكتور. شو الأفضل دخلك؟ يشربوا كحول ويأكلوا خنزير ويعيشوا بالفسق ولا أسلموا؟ يا سيد إسلام، في ناس بتشرب كحول وتأكل خنزير وهي في قمة الإنسانية والتحضر، وفي ناس كمان ما بتشرب لا كحول ولا بتاكل خنزير، بس من جوا مخنزرة. شو قصدك دكتور؟ قصدي عدم شرب الكحول وأكل الخنزير ما بيعملك أحسن من غيرك، وما بيعطيك الحق إنك تنظر للناس نظرة دونية. لا لا، أنا مو من رأيك. نحن خير أمة أخرجت للناس. والقرد بعين أمه غزال سيد إسلام. لك بدي أعرف شو المشكلة إذا صادقت الناس، احترمت عادات وقيم وأديان الآخرين، وتأقلمت في مجتمعاتهم، صدقني بيصير يحبوك أكثر. ما بيصير دكتور، ما بيصير. الله بيحرم كل أنواع الاندماج والصداقة والمودة مع الكفار. وليش بقى؟ ليش ما ليش ما بعرف. بعرف إنه القرآن بيقول بالحرف الواحد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ما نصادق أعداء الله الكفار، وما بيجوز يكون في بيناتنا علاقة مودة، وبالأخص مع اليهود والنصارى. ماشي دكتور. لهالدرجة نحن سيئين بفكرك سيد إسلام؟ إيه مو بس هيك دكتور. الله بيمنع أنه نتشبه بالكفار، لأنه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الكلام ممكن يتفسر بعدة معاني سيد إسلام. شو إنك شكيك؟ خد لك كمان وحدة للتأكيد. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، يعني على جهنم. شو دكتور؟ اقتنعت؟ يعني اندماجك مستحيل؟ اندماج يعني تشبه بالعادات والعبادات، بالسيم والقيم، بالأكل والشرب والهيئة والملبس، وهذا الشيء حرام وما بيجوز دكتور. يعني بدك نسواني يخلعوا النقاب ويلبسوا تنانير؟ اتفوه، لعن الله الكفر وأهله. وانت ليش بتزعل لما البعض بيقول انه إسلام ما بينتمي للغرب؟ ماني زعلان، بس مستاء، لأنه هذا الحكي في تحريض وقطع أرزاق يا أخي. وغير هيك بيمنع دين الله من الامتداد. ايوه، في نظرك سياسيين لازم يخدعوا شعبهم ويبينوا الوجه الحلو فيك. ايه دكتور ايه، مشان السلم الاهلي. بعدين انا في الحقيقة جزء لا يتجزأ من الغرب، وان شاء الله عن قريب رح يصير الغرب كله جزء مني، يعني من الامة الاسلامية. لا سمح الله ولا قدر. ليش دكتور ليش؟ شايف شو انك عنصري؟